انا اسمي ابو طويله، بيروت برج البراجنه، عمري 18 سنه، بشتغل على المسكلات دليفري، وانه بحلل العالم بالطرقات، وين ما كانوا بدقوا لي وانا بيجي لعندهم، مرات بكون ماشي بيوقفوني بحلق لهم. الفكره كان في مسكلات قديمه عندنا تحت الدرج، قلت الا ما يجي يوم نعمل فيها شيء. رحت كانوا نازلين دواليبة، ضبطت لها دواليبة، رشيتها، كان لونها زهر وابيض، رشيتها اسود وذهبي. وقلت هيدا البرونتوار اني كنت عم جرب، مش خاطر ببالي اعملها، حطيت صندوق علي، قلت طيب هيدا فينا نحط فيه مراي ونعمل حلاقة ونمشي بين الطرقات. بتخفف الدقن، تخطط لي اياها. انا بحب كل شيء قديم، ما بحب شيء جديد، المسكلات قديمة، كل شيء قديم. كل ما اطلع من البيت في حلاق ابوجنا اسمه جنايد نصره، شوفه عم يحلقوا هاي، انا انه حبها قلت هيدا حلاق وجاي على بالي اتعلمها. صرت فيلم المدرسه، بروح الصبح الساعه 7 فلتنتين دغري، بحط الشنطه ودغري بطلع لعنده بتفرج عليه. وهي قام قال لي انه شكلك بتحبها، واذا بدك تعال انزل عندي اذا بدك بعد المدرسه. اما انا لا، قلت بوقف مدرسه انه خلص هيدي محبيتها بالهوايه هلا، وفت لعنده وصار له 6 سنين عنده. كل الحي حبت الفكره وانبسطوا، وما حدا انه متضايق منها، بالعكس كل مبسوط انه ابو طويله عمل هيدي، ابو طويله كله مستغرب. حتى اذا نفتح صالون مع الايام ان شاء الله حيكون ديكوره قديم وستيله قديم.